مرة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب كان في الاستوديو وكان بيسجل أغنية من الأغاني اللي موجودة ده من سنين طويلة جدا، احنا بنتكلم في سنين. فبعد ما خلص التسجيل وكده من كتر حلاوة القانون وهو بيسمع، فبيقول فبيسأل مين القانونجي اللي موجود معانا؟ فاللي جنبه قال له القانونجي ده ست. وساعتها اتفاجئ القانونجي اللي سأل عليه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب هي الدكتورة ميسة عبد الغني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني القانونجي الكبير اتفاجئ عبد الوهاب لما لقاكي ست. لا هو كمان ما كنتش ست، ده انا كنت بنوته لسه في الطالبه في المعهد. كمان كمان بنجد تحيه مره تانيه لكل المشاهدين ولضيفتنا العزيزه الغاليه الرائعه لتاريخ عظيم وعريق الدكتوره ميسة عبد الغني. اهلا وسهلا، انا سعيده يعني والله بلقائكم تعالى. وانت صغيره كده وتروحي تعملي حاجة من ألحان عبد الوهاب، حصلت إزاي؟ هل كنت مدركة إن ده عبد الوهاب ولا حظ المبتدئين كده؟ هي بس في المعلومة بتاعت إن أنا أول مرة ألتقي بالأستاذ محمد عبد الوهاب كان بيعمل موسيقى تصويرية لفيلم قمر 14 اللي بتاع نجوى فؤاد. أيوه. فكان مطلوب في ال... في ال... في التتر بتاع المقدمة أو كده تقسيمة آلة القانون. تقسيم ده الارتجالات دي بتبقى مش من السهل، اي عازف قانون شاطر الا لازم يكون فيه ليه موهبه خاصه الارتجالات دي، لانها بتبقى من وحي العازف ثقافتك بتبقى ارتجالات وليده اللحظه، موهبه واحساس ساعتها. فبتبقى فقال لي قسمي، رحت مقسمه على المقام اللي كان ساعتها اعتقد كرد يعني، فعملت التقسيم. فاستوقف الاستاذ عبد الوهاب ستوب، يا استاذ صلاح مين العازف القانوني اللي معاك؟ قال له لا دي مش عازف، دي عازفه بنوته كده صغيره. بنوته ازاي يا ابني؟ ده انا سامع راجل مخضرم في العزف. انونجي انونجي بالظبط. متخيله هو بيقولها كمان. فهتهالي، فرحت رايحه له في الهندسه الصوتيه قال لي جيب دي فين فين، انا واقفه قدام فين؟ قال له دي مش مصدق شكلي وكده. فراح جابت القانون، قعدت جنبه، قعد بقى فلقاني بستجيب، يعني هو عايزها بالشكل الفلاني انهالي، لان هو استاذ كبير طبعا عايزها بشكل معين، فانا طلعتها بروح اللي هو عايزها استاذ عبد الوهاب. فكان مبسوط جدا، خد رقم تليفون بيتي، بقت بابا بقى بيرد عليه ومامتي بترد عليه، بقت في صداقه غريبه. بقى استاذ احمد فؤاد حسن كمان ساعتها كان يعني استاذي، وهو كان بيشرف عليا في الدكتوراه. بقى في كل عيد ميلاد لعبد الوهاب يا اصطحب يا اما مره لطيفه يا اما مره محمد الحلو مع حفظ الالقاب الاساتذه الكبار دول، مره مع توفيق فريد كان وقتها. فيعني كذا حد طلعت معاه، محمد الحلو وعلي الحجار ولطيفه وكده في بيت وسوزان عطيه. يعني كل سنه مع حد. انا يعني الموسيقار احمد فؤاد حسن كان بيعمل له عيد ميلاد في بيته، وفي وجود بقى الاسماء اللي حضرتك قلتها الشباب بقى اللي هو بيطلع له الشباب الجداد من الاصوات الجديده وقتها، فكنت انا اللي بصاحبهم بالقانون. طب بكل يعني بما ان احنا بنتكلم على عبد الوهاب الموسيقار الكبير، ايه كان التقسيم اللي هو بيحبها؟ اكتر حاجه كان يقول لك اعملها لي يا ميس. يعني هو بيحب الكورد والنهواند الحاجات. لا قطعه يعني اغنيه ما يعني انا احب اسمعها. كل ده كان ليه؟ كان بيعشقها مني يعني. انا ايوه هو ده انا قصدت. فانا عملت سولو في عيد ميلاد، كل عيد ميلاده كان بيحضر لفرقه ام كلثوم. كان معلش والله مش غرور مني، كان بسببي يعني. هو لما اتعرف عليا كانوا الاول بيدعوا لي ان هو يكون موجود في يعملوا له حفله عيد ميلاده في مناسبته لفرقه ما الكسور. كانش بيروح ما غير كانش لما بيروح. عرف حضرتك لما عرف يعني الموهبه بتاعت ميسة دي، فبقى ايه يجي واعمل لا يطلب ان ميسة تكون في عيد في الحفله بتاعت عيد ميلاده. اللي هو كل ده كان ليه؟ عملت كل ده كان ليه. وفي السنه اللي بعدها لسه يا مسافر وحدك
عملت افتكرني اللي كان فستان ازرق كده كانوا جايبينها حتى في انا نفسي نسمع حته لو معانا اي تسجيلات. افتكرني عملت الحب جميل برام 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 بابام بتاعت ليلى مراد. فكان الحاجات دي كلها بناء على رغبته وطلبه ان انا اقدم سولو من اعماله في عيد ميلاده. الشطاره دي جت منين؟ يعني انت كنت بتعملي ايه؟ يعني انك تكتبي تعملي الحب جميل برام برام ده صعب. طبعا. مع القانون وهي آلة شرقية ده اللي انا عارفاه. وبرام برام برام ده آلة غربية. التريس يعني الصوتين مع بعض. بس هو الفكرة الشطارة صوت قانوني الحمد لله يعني بيشهد لي كمان عزب. الاستاذ عمر خيرت قضيت عم احمد اشهد لي شهد ليا وقريب لسه مقابلاه في مهرجان موسيقى العربيه السنه اللي فاتت اللي هي مش اللي فاتت اللي اتلغت قبلها قال لي صوت قانونك ورشتك مش ما حصلتش. انا بقول لك بمعنى بسيط يعني عذب يعني بيخش بسرعه القلب. ليه بقى هقول لحضرتك في مثلا عازف تلاقي حروف النغمات مش طايره في واضحه زي بالظبط الصوت القوي واللي بيطلع ملافظ حروف الكلمات متمكن مزمع. من اللغه حضرتك متمكنه من اللغه الريشه بتاعتي بتوضح زي الرجال انا تميزت في عزفي كان اللي بيسمعني كاني رجل من لان هم مشهورين اكتر منتشرين اكتر اساتذه كبار زي الاستاذ محمد عبد الصالح لما لعبت هجرتك سولو كانت رياض السنباطي في ذكرى رياض السنباطي الاستاذ ابن الاستاذ محمد عبد الصالح كان في الحفل فانا كنت بقدم السولو ده برضو يعني سولو مهم قوي في حياتي برضو بعد ما خلصت وقابلني في الكواليس والله يا مدام ميسه كنت ساعتها ما خدتش دكتوراه غمضت عيني وبقول ده بابا اللي بيعزف على المسرح يعني لدرجه الاتقان دي بتبقى موهبه ولا تمارين الريشه بتاعتك تبقى قويه هي بتجمع ما بين كل حاجه موهبه واهتمام جامد جدا ودراسه طبعا وكان اللي بيساعدني فيه ان انا اطلع الصوت ده استاذي القدير الله يرحمه استاذ كامل عبد الله ده كان استاذ بيطلع طلبه يعني بيطلع عازفين ما بيهتمش ان هو يبقى مشهور كعازف قد ما هو يطلع عازفين الناس دي بتبقى رائعه اللي هم الصناع دول الصناع يحب يطلع يحب النجاح صناع العازف بيصنع عازفين كتيره جدا